اليوم المكتب الولائي للنقابة الوطنية لصيد الخلاص مكتب عين دفلة راح يقوم بتنظيم لقاء علمي وتحسيسي في نفس الوقت، وهذا في إطار تكوين متواصل للصيادلة وبالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان لولاية عين دفلة. اليوم راح يكون موضوعين من مواضيع الساعة الحالية لدى الوسط الصيدلاني، أنا وهما المرسوم التنفيذي الجديد للمواد المؤثرة عقليا اللي راح يقدمه الرئيس الوطني السيد بيلومبري مسعود، وموضوع ثاني راح يكون قراءة حول الوضعية الحالية لوضعية الوباء كوفيد 19 في ولاية عين دفلة. نتمنى يجوز اليوم واللقاء في أجواء أخوية وعلمية، خاصة راح يكون إن شاء الله مثمر من حيث المعلومات، من حيث الإعلام، من حيث الناحية القانونية والعلمية للمؤثرات العقلية. نخص بالذكر أن راح يكون معنا مجموعة من الأطباء من ولاية عين دفلة، خاصة رئيس نقابة أطباء الأخصائيين لولاية عين دفلة دكتور فاصولي. راح يكون معنا ثاني دكتور سوماتياس سيتام سيكيات كي فا نو بريزونتي ان نوتر تام سور لي ريغل دو بريسكريبسيون دي ميديكامون سيكوتروب، اي دكتور ازيزو سيتان ايبيديميولوج بلوتو سور لا ليكتور دو ليتا اكطويل دو كوفيد 19 على ولاية عين دفلة. نرحب بجميع أعضاء المجلس الوطني والمكتب الوطني وأعضاء سنابو ميديا اللي راهم يقوموا بتغطية هذا اليوم العلمي. نشكرهم على pour leur disponibilité et leur professionnalisme qu'ils prouvent d'une journée à une autre. نشكر ثاني للابوراتوار الكندي وجروب حيدرا فارم للمرافقة لهذا اليوم العلمي. وشكرا. نرجعوا لقانون 0418 اللي جاء منه هذا القرار. واش يقول قانون 0418؟ احنا قلنا باللي في القانون 0418 في المادة 2 فيه التعريفات. ها بيقول لك الستوبيفيون اللي هو مخدر ماشي حاجة أخرى. لقينا باللي في الجزائر في القائمة الرسمية الوطنية للأدوية المسجلة من طرف وزارة الصحة والمرخص لها بالتسويق في الجزائر سواء عن طريق grâce à notre dynamique bureau de wilaya d'Aïn Deflay à son président c'est Marwan, champion d'Algérie Snapo football. vraiment une participation très importante des pharmaciens de la wilaya avec la présence des responsables locaux, notamment les services de sécurité, gendarmerie, sûreté nationale et douane. C'était vraiment, à mon humble estimation, très bénéfique. Ça rentre, comme on le dit toujours, dans le cadre d'actualisation de nos connaissances, de la formation continue. Je salue donc le dynamisme et la régularité de travail et le sérieux de travail de notre bureau de wilaya en Dekla et tous les autres bureaux de wilaya où on constate qu'il y a vraiment un engouement pour ce genre de rencontres que les pharmaciens expriment à travers leur présence massive et très importante à ce genre d'assemblée générale et de journée thématique, leur soutien au syndicat et leur intérêt au travail du syndicat. Vive le SNAPO, la police Hakami, soyons dignes de notre profession, soyons jaloux de notre profession et soyons solidaires les uns avec les autres et soutenons toujours nos syndicalistes, nos bureaux de wilaya et notre syndicat. Bon courage à tous.